معي هنا في الاستوديو تولين بدوي، مدربة قيادية لدى ذا اكزيكتيف مونك. اهلا وسهلا فيكي تولين. اهلا فيكي، شكرا لحضورك معنا. بنحكي نحن ذكاء العاطفي او ايموشنال انتليجنس، بس تعريف تماما شو هو الايموشنال انتليجنس حتى نقدر منه ننطلق ونحكي على نفس الصفحه. صحيح، هو الذكاء العاطفي او الايموشنال انتليجنس هو بمعنى انه الواحد يكون قادر انه يفهم العواطف اللي عم بيمرق فيها، الأحاسيس اللي عم بيحسها، وكيف يعرف إنه يديرها أول شيء من ناحية شخصية، ومن منها بيتطور إنه بصير بيقدر إنه يتعامل مع الناس ويقدر يأثر عليهم بطريقة إيجابية لا يقدر حتى هو كمان أو هي إنه يقدر يكون يعمل لهم مانجمنت، يعمل إدارة للناس اللي بيكونوا تحت الليدرشيب، تحت الإدارة، تحت الليدرشيب. الذكاء العاطفي هو شيء خاصية للشخص نفسه، ما إلا علاقة بالتطبيق، له علاقة بالعلاقات مع أشخاص تانين، لكن من ذات نفسه ممكن أنك تقولي مثلاً سبا عنده ذكاء عاطفي، تولين عنده ذكاء عاطفي، فلان ما عنده ذكاء عاطفي. كيف التطبيق لك تحت يفرجي؟ هي ليكي، احنا الطريقة اللي منقسم الذكاء العاطفي منقسمها لقسمين، وكل قسم بيكون له قسمين. فهو القسم اللي هو النفسي، فاحنا عنا اول شيء اللي احنا بنسميه السلف اويرنس، هو الادراك النفسي. الواحد بيقدر يفهم على حاله، قادر يعرف بالضبط شو اللي عم بحسه باللحظة اذا صار اي موقف قدامه. فعندك اول شيء انه نفهم المشاعر اللي عم نمرق فيها. البارت الثاني النفسي هو بيكون اللي احنا بنسميها سيلف ريجوليشن، كيف واحد بيقدر ينظم العواطف هذه، شو معناتها، كيف واحد بيتعامل من خلال العواطف اللي عم بيمرق فيها. هذه من الناحيه الاول بارت تبع النفسي الذاتي. البارت الثاني اللي هو بيكون له خاص بال كيف بالتعامل مع الناس. فهي هون بيصير مثل ما أنا بفهم على حالي منيح، بصير بقدر أفهم وأنتبه لما بيصير في تغيير بالمود، إن كان مع حدا بشتغل معه، حدا قريب إلي، حتى ممكن أحس إنه الغرفة تغير المود تبعها لأنه عندي هذا الإدراك. فالإدراك الثاني أو البارت الثاني هو كتير له خصه بالعلاقات مع العالم، بالوضع اللي أنت فيه، يعني إنك تقدر تقرأ شخصية الآخر، تقدر تقرأ تفاعل الآخر. صحيح. اللي هو يمكن ما عم بيفرجيك إياه بالضبط بالأساس. بالضبط. طيب، حتى ما يكون الحديث كتير بس نفسي، خلينا أكيد نشوف تطبيقه بمكان العمل. كيف ممكن أنك أنت كمدير مثلاً أنك تستقطب للشركة موظفين عندهم هالخاصية، هيدي خاصية الذكاء النفسي، وبنفس الوقت كيف ممكن أنك أنت تتفاعل بشكل ذكي نفسيا؟ صحيح. هلا انا دائما بقول اجمالا، يعني بقول انه طريقه الذكاء العاطفي بالذات عند الليدرز، عند حتى بجو العمل، هو كيف الواحد يتعامل مع عواطفه بطريقه ذكيه. صحيح انه عم استعمل نفس المصطلحات، بس هي انه اي شيء احنا بنعمله حتى بالشغل، اي قرارات بناخذها، اول فلتر بتمرق منه هو الفلتر العاطفي. صح. فحسب صح. المود الشخص بيكون. فلما عندك انت، يعني انا بحكي اكثر من ناحيه يعني كل اي بني ادم، هو الايموشنال انتليجنس تبعه كثير بياثر على مناخ العمل، مناخ الشغل نفسه، بس القاده بالذات بيكون لانه عندهم تاثير كثير كبير على موظفين، بيكون المود تبعهم بصير ممكن مثلا احنا بنسميه بصير بيعمل عدوى. يعني إذا مديرنا مش كتير المود اليوم كتير منيح، ممكن يعدي البقية ويصير الكل اللي بيعصب واللي بيتخلق وهالأمور هذه. فهي لما بتكون بأمور كيف التعامل مع بعض، لما بدنا نوظف أو نشغل حدا أو حتى نعمل بروموشن لحدا، واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة إنه نفهم هن كيف الذكاء العاطفي عندهم، لوين واصل، شو الليفل تبعهم. حتى في أساسمنتس بيعملوها لحتى الواحد يعرف. والحلو بالذكاء العاطفي في غير أشياء تانية إنه هو ممكن الواحد يشتغل عليها، وكل ما اشتغل عليها. صحيح، هذا السؤال الأساسي. صحيح. هل هذا الشيء بيخلق مع الإنسان؟ هل هذا الشيء بيتعلمه؟ هل هذا الشيء بنقدر نطوره؟ أكيد التطوير، أكيد هذه لا شك فيها، بيخلق فيها. أقول لك يعني في كتير أشياء بتكون موجودة، وأتوقع أكتريتها بتكون تأثير النمو، أول شيء المدرسة، البيت، البيئة اللي بيعيش فيها، بيربى فيها.
بس لا ما فينا نقول بالضبط يعني مش كل الواحد مش كل بني آدم يكون عنده هذه موجودة إله ليقدر يستعملها to use it. بس اللي بصير الشغل فينا نتعلمها, وكتير في طرق مختلفة الواحد يتعلم فيها, وتطويرها كتير مهم. يعني هي لما واحد بقولك ما عادش تفرق هلا الواحد قديش ذكائه اللي احنا بنعرفه العادي قدي ذكائه مهم بالعمل اللي بيساعد على نموه وعلى انه تتعزز العلاقات بينه وبين التيم تبعه, هو قديش الذكاء العاطفي عنده. بعتقد شغلة كتير مهمة قلتيها اللي هي انه نحن عند الانسان اول فلتر بمر فيه اي يعني لما واحد عم بتلقى اشارات من الخارج, اول فلتر هو الفلتر العاطفي. صحيح. وبالتالي هل مثلا جزء من الايموشنال انتليجنس انه واحد يكبت عواطفه؟ لا, هذه شغله كثير بنقول لا او بليز دونت, لانه لا بتساعدك ولا بتساعد غيرك بيسكلي. لانه بالعكس هو وحده من احلى الطرق اللي شفتها بيحكوا عن اللي هي احنا الايموشنال ريجوليشن, لانه كنترول لا ما بدنا نعمل كنترول, بالعكس بدنا نفهم بشو عم نمرق. لانه كل عاطفه بنمرق فيها في الها في انفورميشن, في معلومات بدنا نستخلصها لحتى نقدر نفهم شو عم بصير معنا. فبالعكس السؤال هون بيصير انه الواحد يقدر يفهم عواطفه ويعرف كيف انه ينفس عنها شوي شوي, وكيف يعملها كوميونيكيشن يطوعها لتخدم الوضع اللي هي. صحيح بالضبط. تولين شكرا لك. شكرا لحضورك معنا اليوم. الله يخليك. تسلمي.